دايما على الشباب السوري أريج، يعني تحيتنا لكل شاب او صبية بكل الفرق التطوعية يلي هلا موجودين بالمطابخ الرمضانية اذا فينا نقول، وعم يشتغلوا. اكيد ميسان، تحيتنا كبيرة لإلهم وان شاء الله دايما الخير بعم على كل السوريين. يعني ما رح نبعد كثير عن رجاء رمضان، لكن رح نروح ونعود فيها للطبيعة الام والارض وخيراتها، ومن هالعالم رح نتعرف على اهم الاعشاب يلي ممكن انها تساعدنا خلال زمن الصوم بشهر رمضان المبارك على انزال الوزن، بالاضافه للعديد من الاسئله الطبيه يلي رح يجاوبنا عليها الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي. سعد صباحك. سعد صباحك، الله يعطيكم العافيه. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، اليوم بشهر رمضان الكريم يمكن فرصه لحتى نضبط ساعه النظام الغذائي بجسمنا والتوازن الصحي، قديش نحن بالفعل بنقدر برمضان نستثمر هالصيام؟ هلا بالبدايه مثل ما قلتي حضرتك، نضبط الساعه البيولوجيه للجسم. نحن اليوم بحاجه ماسه برمضان، بانه نظرا لانه في عنا نحن نوع من الرتابه بيصير في ادخال الطعام وفي فتره الصيام اليوميه. الاستمرار 30 يوم هو اللي بيعطينا هالنكهة الخاصة لشهر رمضان فيما يتعلق بموضوع الاستقلاب والجسم. الحقيقة البعض بيعانوا من مشكلة بأنه بيزيد الوزن بشكل كبير جدا ومضطرد في رمضان، لأنه ما بيقدروا يتعاملوا بشكل إيجابي وصحيح مع المدخرات الغذائية ومع كيفية استقلابها بشكل صحيح. يعني بصير هون بصير التغذية بصير فيها الكثير من الأغلاط. على العلم أنه الفترة قصيرة، يعني فترة الإفطار هي فترة قصيرة قياسا مع الفترة الزمنية. تمام، فبتكون غنية جدا بالمأكولات، وهذا اللي رح نحكيه نحن. نحن اليوم بإمكاننا من خلال الأعشاب الطبية أنه نساهم بعملية ضبط المدخلات الغذائية ما بعد الإفطار. يعني نحن اليوم عم بيكون في عنا أول شيء بعض المفاهيم الخاطئة. بعض بيفترض بأنه هو مباشرة بعد يعني الصيام أو وقت بيوقف أكل أنه هو بلش الصيام. عمليا الجسم ما ببلش يشعر بالصيام لبعد 8 ساعات من آخر وجبة. لذلك بعد السحور نحن بيكون في عنا فرصة جيدة أنه الجسم يستمر بالاستقلاب بشكل طبيعي لبعد 8 ساعات حتى يشعر بأنه هو دخل بالصيام. عمليا نحن فكرة الصيام يعني لها تأثير ومدلولات معينة بالجسم. لما بيشعر بالصيام وأنه الجسم ما عم يدخله مدخلات غذائية بيصير بيخزن أكثر، وهذا الحقيقة يعني سلوك طبيعي فطري وغريزي بيكون من خلاله الجسم يحافظ على المدخرات الموجودة، لأنه هو خايف أنه يكون في عنا مشكلة باستمرار عدم دخول الطعام، وهذا الموضوع بيكون له ترتيبات بالجسم، وبالتالي يبدأ الجسم بعملية اللي هي عملية تخزينية، وبالتالي بتغير سلوكه الاستقلابي. هذا اللي بيخلينا نحن أنه أقل كمية بعد الإفطار ممكن يتخزن بكميات أكبر من سلوكنا الطبيعي بالأيام العادية. لذلك هون بيجي دور الأعشاب أنه نحن ما نفوت مباشرة على وجبة دسمة جدا. تمام. وهذا الكلام اللي هو بيسبب لنا أنه تعدد الوجبات اللي ممكن نقول دسمة خلال اليوم عم بيخلينا نحن ندخل بإطار تخزيني. لذلك أنا يعني حاولت أنه نحن يكون في معنا بعض الأعشاب اللي ممكن نحن تكون مفيدة بهذا الاتجاه. على سبيل المثال هاي العشبة اللي هي البسيليوم، نبات البسيليوم الحقيقة هو من النباتات الذي يحتوي على ألياف ويحتوي أيضا على مركبات، هذه المركبات مركبات هلامية تساعدنا بشكل أساسي على الانتباج بالمعدة، وهي الفكرة الأساسية بالتنحيب، بأنه نحن ما يكون في عنا تأثير مباشر على الدماغ، يكون التأثير يعني محيطي من خلال المعدة. لما منملي المعدة عم بيصير عنا نحن المعدة الممتلئة بتساعد على إنتاج ما نسميه الهرمون الكولي سيستوكاينين او السي سي كي، اللي هو بيساعدني بتلقيم راجع للدماغ للاحساس بالشبع، لانه فعل الامتلاء هو فعل نحن جسم منظم فيما يتعلق بموضوع تخزين الشحوم، فيما يتعلق بموضوع الجوع الحاجه للطعام ببعض الحساسات والسنسورز. يعني نحن اليوم لما بتمتلى المعده هي فاضيه، المعده بينفرز قبل ب 20 ل 30 دقيقه من الوجبه هرمون اسمه الجريلين. هذا الهرمون وظيفته انه يخلينا نحن نشعر بالجوع اكثر، وبالتالي بينبه الرجل او الشخص او الست بانه نحن لازم ناخذ وجبه طعاميه لانه المعده فارغه. هون يمكن بيقولوا يمكن مصطلح انه فركت معدتي. هي الفكره انه نحن ما نفوت على المطبخ او بنكون باي مكان بهذا الوقت قبل 20 ل 30% يعني دقيقه من الوجبه، بيكون الشخص متاهب للطعام بكميات كبيره يعني، وبالتالي ممكن اي مؤثر من خلال رائحه او طعم، وحتى كثير مرات فينا الاشخاص بيشعروا بحاجه انه بدهم ياكلوا كل الوجبه الموجوده. مع العلم
العالم هو معته ما بتتحمل انه ياخذ هذا الكميه، ولكن هو تحت تاثير الجرينين. الفتره اللي بعدها لما بلش الجسم يفوت هذه يعني المدخلات الطعاميه وبتملي المعده، لما بتتمدد حجميا المعده مبرمج انه في حساس يعطي بانه تمددت يعني امتلت. وهذا كثير مهم، هذا نحن نلعب عليه، لانه هذا هي الوقت نحن اذا اخذنا هاي النبته قبل الطعام اللي بيصير في عندنا مباشره بحوالي ثلث ساعه ل 20 دقيقه بتمتلى. لما بتمتلى بتجي انت لتاكلي بتاكلي كميات اقل وتتمدد المعدة حجميا وبتشعري بالشبع. هي النبتة هي النبتة نبتة الليبسيليوم. كيف بياخذها الواحد؟ هلا في عدة أشياء ممكن ناخذ نحن قشورة، ممكن ناخذ النبات مثل ما هو بشكل منقوع أو حتى ممكن بشكل مسحوق، وفي مستحضرات صيدلانية بالصيدليات موجودة بس ممكن بشكل أنا نحن نلاقيها بالبزورية يعني موجودة ونتناولها طبيعي أحسن. وأنا جبته بس مشان نشوفه نحن هذا النبات من مميزاته بأنه جزء كبير من 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 يعني من وزنه وحجمه هو ألياف غير ممتصة، الجسم ما بيستفيد منها وبالتالي بتنطرح مثل ما هي وبتعطي هالانتباج. وهالنبتة هي بتفيد كل الأشخاص اللي حابين يخفضوا شوية من وزنهم، هن يمكن عم يحسوا بمرحلة شبع أكثر من اللازم. تمام. كمان احنا بدنا نذكر كل المشاهدين إن عندهم أي استفسار أو سؤال لحضرتك فيكم تتواصلوا معنا عبر الرقم الظاهر هلا على الشاشة. نعم. بالنسبة ل يعني فكرة إملاء المعدة، اليوم بأوروبا عم يشتغلوا على أنه يعطوا كبسولة فيها سيليلوز فقط ينتبج بالمعدة بيعطينا أحساس بالشبع. أنا جبت مثال تاني اللي هو الختمية. ختمية كنبات هو نبات كمان غني بالمواد اللعابية والمواد اللي ممكن تنتبج بالمعدة وبالتالي ممكن تعطينا أحساس بالشبع وبالتالي تعملنا فعل الامتلاء اللي حكينا عنه اللي هو بيعطيني أحساس بالشبع ما بعد امتلاء المعدة وتمددها الحجمي. في مرحلة تانية نحن بعد ما يتم الهضم جزء من الهضم وهو عم ينتقل الطعام المهضوم باتجاه لمعة الأمعاء عم بيكون في عنا حالة من يعني صعوبة إدخال طعام على طعام، بالتالي الجسم مبرمج بهاي اللحظات إنه كمان يفرز شيء مسميه البيبتيد واي واي اللي هو بيساعدني بشكل أساسي على الشبع بين الوجبات. يعني أنت مانك قادرة تفوتي طعام على طعام، بتلاحظي بعد الطعام بحوالي النص ساعة أو ثلاثة أربع ساعة أنت ما في إمكانية تاكلي شيء، تشعري إنه مهما كان الطعام المقدم إليك شهي ما فيك تاكل لأنه جسم مبرمج بالحساسات الموجودة بأنه ما يعطي إلا أحساسات بالشبع وعدم القدرة على الجوع، طبعا من خلال تنبيه الهيبوثالاموس الموجود بالدماغ. الختمية إمتى يفترض؟ هاي الختمية كمان نحن عم نحكي عن استخدامها قبل الطعام بقليل، هو إملاء، فعل إملاء، وبالتالي بناخذ نحن هذا. لكن يعني ميزة الختمية في هذا الموضوع بأنه يعني بيكون الخروج أو الطعام اللي عم ينتقل بيكون ينتقل بسهولة ويسر. نحن عنا مشكلة نوعية الطعام، إذا هي نوعية كتير يعني جافة خلينا نقول وفيها الكثير من المركبات صعبة الهضم، اللي عم بيصير عنا نقل هذه المركبات من مكان إلى مكان بفعل الهضم عم بيكون صعب. لذلك بتلاقي بيعاني معظم الأوقات الصائم بعد الإفطار بيعاني من حالات الإمساك، بيعاني من النفخة وتطبل البطن، وهذا الموضوع بيكون له أثر سلبي فيما يتعلق باستمراره بعملية يعني الدايت اللي خلينا نسميه نحن. إذا هو حب يكون في عنده حمية في رمضان بيشعر أنه دائما هو ممتلئ بعد وجبات الإفطار. لذلك نحن في عنا نقطة كمان مهمة، موضوع بذور الكتان. بذور الكتان تعتبر من المركبات التي تحتوي على الحمض الدسم غير مشبع، وبالتالي استفادة الجسم من حمض دسم غير مشبع أول شيء بيعطي أثر ملين مثل ما قلنا هو ملين لطيف. الأمر الآخر هو بيساعدني بتخفيض كمية الدهون والشحوم المتراكمة اللي ممكن تكون نحن بوجبات الطعام بيكون في عنا سلوك ممكن يكون لإدخال مدخرات دهنية. هذه المدخرات الدهنية بيتم التعامل معها من خلال اللينوليك أسيد واللينولينيك أسيد اللي موجودين في هذا المركب. ممكن دكتور بذر الكتان يعني كثير من الأشخاص بيعرفوا له فوائد، بذر الكتان له فوائد كثير كبيرة، لكن يمكن طريقة تحضيره وطريقة استخدامه ما كثير معروفة. في عنا عدة طرق، ممكن نستخدم المسحوق، ممكن نحن طبعا بعد ما نجرشه نعمله منقوع. يعني نحن عمليا المشكلة إنه هذا الجدار بيكون جدار كتيم ما لا يستفاد منه إذا بقي كما هو وحبة البركة، هاي المركبات جدارة ما بنستفيد منه بتفوت وبتطلع مثل ما هي. لذلك نعمل لها جرش، إذا بدنا نستخدمها بشكل منقوع نعمل لها جرش أو مطحون بنطحنها وبتم أخذها كسفوف أو في مستحضرات موجودة بشكل كبسول في الصيدليات كمان بذور الكتان. بعد الأكل البذور الكتان هلا نحن هون النقطة، نحن الهدف منا لازم يؤخذ بعد الطعام، هدف ليس إملاء المعدة وإنما تسهيل الخروج والتعامل مع الاستقلاب بشكل
الليل يحوله باتجاه الطرح أكثر من موضوع التخزين، وهذا لذلك استخدامه بده يكون بعد الطعام. موضوع الوزن له علاقة بأنه إذا ضل الأكل بالمعدة أكثر؟ هلأ في فكرة مهمة جدا، نحن كل ما بقي فترة أطول الطعام المهضوم يعمل تخمرات، وبالتالي بيصير في عنا حالة من ما نسميه نحن يعني اضطراب هضمي، بيصير في عنا عملية استفادة أكثر من المركبات اللي موجودة في هذا النبات، وبالتالي هذا بيدخلنا بدوامة أنه نحن بيصير في عنا تخزين أعلى، وبيصير في عنا استفادة أكثر من الطعام، وبالتالي هون نحن عملية تقليل زمن العبور نحن بنسميه بيساعدنا بشكل كبير جدا بعملية اطراح سريع وعملية تخفيف من هذه الحالة اللي هي بيكون في عنا نفخة، واللي بلشت فيه حديثة بأنه يكون في عنا نحن تنظيم للساعة البيولوجية الهضمية، وبالتالي بيكون الشخص قادر بشكل إيجابي على أنه يكون في عنده تفريغ للمستقيم بتوقيت محدد، وهذا الشخص بيكون مرتاح بشكل كبير جدا. طبعا في نحن عنا كمان من الأشياء اللي ممكن تكون مفيدة اللي هي هذا القشور، قشور القمح وقشور الشوفان وقشور الشعير اللي هي مركبات ألياف، كمان بتفيدنا بشكل إيجابي جدا في عملية امتصاص وامتصاص كمية المركبات السكرية والدهنية وإملاء المعدة بفعل الانتباج وتسهيل الخروج من خلال الأثر الملين أو المزلق اللي ممكن يكون لهذه المركبات. طبعا هذا نحن من الأشياء اللي نحن صار في عنا في إمكانية بالاستخدام المتآزر، يعني صرنا عم نحكي عن أكثر من شيء ممكن استخدامه متآزر بشكل متآزر في الحصول على الفعالية المطلوبة. في عنا نحن من الأشياء المفيدة أيضا واللي نحن عنا ببيئتنا موجودة كتير بس نحن يعني ما في كتير استخدام إلها، هو الأرتيشوك أو الشو الأرض الشوكي أو الأنجينار يلي موسمه القنابات، تمام، اللي هو مفيد جدا بتنشيط الكبد. الحقيقة نحن اليوم استخدامه بيساعدني بتنشيط الكبد بشكل إيجابي جدا، ونحن مثل ما بنعرف انه الكبد يساعد بشكل ايجابي في عمليه يعني استقلاب السكريات، وبالتالي نحن في امكاننا نستفيد من هذه النقطه بالاستخدام. معلومه جديده دكتور انه قشور الارتيشوكي، قنابات الارتيشوكي مفيده جدا الحقيقه، اهم مركبات عالميه اليوم لاستخلاص من هذا المركب اللي هو بيساعدني بعمليه هضم الشحوم بشكل صحيح و علما انه يمكن نحن هلا بنشوف العالم عم يتخلصوا منا وبياخذوا بس اللب لحتى يطبخوا في قريش. لا لازم نحن نستخدمه بالكامل يعني. نحن دكتور معنا اتصال. الو صباح الخير. الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا، مين معك؟ الف عافيه، معك ايمان من الشام. اهلا وسهلا فيكي، تفضلي شو بتحبي تسالي للدكتور شادي؟ يعطيكم الف عافيه، انا بتشكركم على هالبرنامج وبننطر الحلقه بطريقه شيقه جدا. بدي اسال دكتور شادي لو سمحتي، هلا جرت العاده نحن سابقا انه ناخذ اي شيء للتنحيف منقوع او نشربه سوائل، فهلا بالفتره الاخيره صار في عنا كثير بالمراكز الطبيه وبالصيدليات مستحضرات كبسولات، ممكن بس يوضح لنا الفرق واي الاسرع وانجح في هذا الموضوع بين الكبسول او اذا كنا شربنا العشبه كمنقوع؟ شكرا جزيلا لك ايمان. طبعا بالنسبه لاشكال الاستخدام نحن في العديد من الطرق يعني لاستخدام المركبات العشبيه، ممكن بشكل خلاصه وممكن كامل النبات البذور كامله او النبات كامل، وممكن نحن كمان نستخدم المركبات بشكل كبسول اللي هي بتساعدنا الاشخاص اللي عندهم مشكله مع الطعم، لانه في بعض المركبات النباتيه بيكون طعم فيها مر او صعوبه في استخدام هذا النبات، لذلك ممكن استخدامها بشكل فارماسيتيكال او يعني بشكل صيدلاني. طبعا التاثير بيكون مرتبط بنوع النبات، في بعض النباتات بيكون اسرع استخدامها منقوع، وفي نباتات اخرى بيكون اسرع اذا استخدمناها بشكل مسحوق. احنا بالنسبه لنا طبعا استخدام لازم يكون في يعني تلازم ما بين استخدام السوائل كمناقيع واستخدام الكبسول للاملاء، بيساعدنا بشكل اسرع في التغلب على موضوع زياده الوزن، وبالتالي نحن لازم يكون في مشاركه ما بين المركبات التي تؤخذ بشكل مشروب. يعني على سبيل المثال الشاي الاخضر نحن عندنا كمان من المركبات المفيده جدا والمستخدمه في عمليه انقاص الوزن، طبعا تاثيره على الشحوم والمسار الاستقلابي للشحوم، وبالتالي هو بيساعدنا بشكل ايجابي على التغلب على حاله يعني تكديس الشحوم الناجمه عن استخدام كميات من
الطعام الغني بالمواد الشحمية. لذلك نحن الأشخاص، في كتير ناس بيلعبوا رياضة، في كتير ناس الهدف من ممارسة الرياضة هو عملية حرق الدهون. نحن ننصح هون يستخدموا الشاي الأخضر لأنه فيه مركبات بس منقوع، يمكن الشاي الأخضر بشكل منقوع جيد، وممكن كمان استخدامه بشكل يعني صيدلاني كمان موجود بشكل الاستفادة كبسولات. الاستفادة ما بتفرق، بيكون مركز أكثر بشكل كبسولات، يكون تركيزه أعلى بشكل لكن كبسولات. لكن في بعض العادات دكتور أنه بعد وجبة الطعام في كتير من الأشخاص بياخدوا كاسة شاي أخضر، قديش هون مفيدة بعد هلأ مفيدة إذا منضف لها نعنع وإذا منضف لها شمرة أو كراوية، استخدامها بعد الطعام بيساعدني بشكل كتير إيجابي بعملية تحويل المسار الاستقلابي من التخزين للحرق، والأمر الآخر بيساعدني بتخفيف حالة الـ يعني خلينا نقول النفخة والغازات اللي ممكن تكون مترافقة مع هذا الشكل. اليوم نحن بالنسبة للكراوية أو الكمون أو اليانسون، هاي المركبات فيها زيوت عطرية بتساعدني على تخفيف حالة النفخة اللي ممكن تكون متلازمة. في ناس بتاخذ أنزيمات هاضمة، الهضم عنده صعب بعد الأكل، وخاصة إذا نحن شاركنا كذا نوع من الطعام بنلاحظ بأنه عندنا مشكلة بالاستقلاب. لذلك أو حتى مشكلة بيكون في عنا بأنه في مولدات غازات، مثلا ممكن يكون في عنا عدس بالوجبة، ممكن يكون في عنا نحن أنواع بقول، هاي البقول كلها بتولد الغازات التي بتسبب لي مشكلة بالهضم. استخدام هذا يعني هذه النباتات بيساعدني على تخفيف هذه الحالة من النفخة اللي ممكن تكون مترافقة مع الطعام. نفس الوقت نحن تحويل المسار الاستقلابي، الشاي الأخضر فيه مركبات بوليفينولات، هذه المركبات بتساعدني الأشخاص اللي عندهم يعني عادة سلوك تخزيني للدهون، بيساعد على الحرق أكثر ما بيساعد على تخزين الشحوم. وأيضا عندنا أكليل الجبل، أكليل الجبل من النباتات السورية المفيدة جدا والمهمة، والحقيقة هي بتعطي طاقة. نحن اليوم عندنا مشكلة كمان إنه بيصير في عندنا خلال اليوم، نحن اليوم بالحميات الغذائية والصيام الطويل عم يكون في بيرافقه حالات تعب، فبيساعدني بشكل إيجابي استخدام أكليل الجبل بأنه بيعطي هالنشاط والطاقة والاستخدامات بيساعدني. كتيرة كمان طبعا هو مضاد أكسدة، هو أيضا يساعد بعملية أيضا تحويل المسار الاستقلابي للدهون في الجسم، له تأثير إيجابي كمطهر الأمعاء، بيساعدني على قتل الجراثيم اللي ممكن تكون يعني موجود بعض الجراثيم طبيعي، هو ناتشرال يعني مركبات طبيعيه اللي بتساعدني ايضا على التعقيم، ودور المضاد الاكسده هو الدور المهم جدا. يعني طعمته طيبه يمكن حتى بالاكل ومع الشاي الاخضر كمان بيستخدموا احيانا الاكل. نحن حقيقه عملنا شيء بسوريا واخذنا عليه براءه اختراع، اللي هو استخدام الزعتر السوري، يعني الزعتر السوري ضمن وصفه الزعتر الحلبي، اللي هو بيساعدني بشكل ايجابي انه نحن هي النباتات اللي حكينا عنها تكون موجودة في منتج واحد، منتج سوري يعني من يعني نباتات طبيعية، اللي هو بشكل وجبة الزعتر الحلبي. نحن اليوم في تقليدنا الشائع يستخدم كثير الزعتر كوجبة، حتى بيكون هو من الوجبات المستخدمة. فيه السمسم، نحن حتى السمسم من المركبات اللي فيها اللي غنية جدا باللينوليك أسيد أو ما نسميه حمض أوميجا، اللي هي بتكون يعني كل الناس بتاخدها بشكل كبسول. حمض أوميجا الحقيقة اللي موجودة بتساعد ساعدنا بعملية أول شيء تليين، تخفيف كمية الشحوم المخزنة، بيرفع الـ HDL اللي هو الكوليسترول الجيد بالجسم، وساعد على يعني تنظيم الهضم بشكل إيجابي، وأيضا له دور بتخفيض الوزن يعني من خلال الدراسات. وبالتالي نحن كان في عنا هذا المنتج اللي هو الزعتر الحلبي، ولكن موجود معه مجموعة نباتات، والحقيقة باسم سوريا شاركنا فيه بمعرض في معرض الاختراعات العالمية في الصين، وحصلنا عليه الميدالية الذهبية بأفضل اختراع، اللي هو كيفية تقديم هذه المنتجات المنحفة البسيليوم والفوخس البحري أيضا، اللي هو نبات كتير مهم للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغدة الدرقية. نحن اليوم في عنا بعض الأشخاص بيكون في عندهم نقص بكمية اليود، وخاصة عايشين بالمناطق الداخلية، نحن تعويض اليود ما بيكون فعال من خلال يعني استخدام بعض أنواع الملح أو غيره لأنه بيتطاير بشكل كبير. استخدام المركبات البحرية والأعشاب البحرية بيساعد بشكل إيجابي في هالاتجاه، استخدامه بيعطي أثر مشبع، وبنفس الوقت بيساعدنا على يعني التليين اللطيف وتحويل المسار الاستقلابي للسكريات والدهون وطرحها. يعني المهم يمكن بالأمر كله أنه بيئتنا السورية مليئة بالأعشاب المفيدة والغنية، وشكرا كتير دكتور لهاللمحة اليوم يلي أعطيتنا إياها عن فوائد الأعشاب وقديش نقدر نستثمر خلال شهر رمضان الكريم. شكرا لكم، شكرا كتير لك دكتور، نتمنى كل الأشخاص يكونوا استفادوا من هالمعلومة.
معلومات، ودائما بنبقى بالحلقات المقبله بنحكي ايضا عن اعشاب سوريه مفيده. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك دكتور شادي الخطيب. شكرا.